يحرم على من كان محدث حدث أصغر، يحرم عليه ماذا؟ الآن إذا كنت محدث حدث أصغر يحرم عليك ماذا؟ نعم، مس المصحف، الصلاة والطواف، تمام، ثلاث أشياء تعيدها، مس المصحف، أذكر الصلاة والطواف ومس المصحف. له أن يقرأ القرآن؟ يأخذ يا أخوانا لا أحد يتكلم. له أن يقرأ القرآن؟ له أن يقرأ القرآن؟ سؤال واضح، نعم. طيب، يذكر الله؟ أنا واحدة واحدة، يسعى بين الصفا والمروة، يبقى في المسجد، نعم، ثلاث أشياء فقط. الأمور الثانية استحبابا أنا لا أسألك عنها. إذن يحرم على من أحدث حدث أصغر ثلاث أشياء فقط، غير هذا تقول ما يحرم عليه، ما يحرم عليه، يستحب أمر ثاني، الصلاة ومس المصحف والطواف. طيب، يزيد هذه الأمور الثلاثة ونزيد عليها أمور في من حدث حدث أكبر. آسف الشيخ، نعم، يحرم على من أحدث حدث أكبر كل ما ذكرنا، يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. أما الذكر يذكر يا رجل، اتق الله، آمين، نعم، قراءة القرآن يحرم على من أحدث حدث أكبر، قراءة القرآن والبقاء في المسجد، وإذا أراد أن يبقى في المسجد يتوضأ إلا إذا توضأ، نعم، وتزيد الحائض والنفساء ماذا؟ فتح الله عليك، لا توطأ ولا تطلق، صحيح؟ يلا تعيد من جديد، ولا تصوم، نعم، الحائض أنها لا تطلق ولا توطأ ولا تصوم، تصوم تصوم الوطأ، لا توطأ، نعم، يلا من جديد، لا تجامع، نعم، من جديد، الحدث الأصغر مس المصحف والصلاة والطواف، حدث الأكبر دخول المسجد إلا إذا توضأ وقراءة القرآن فقط، بعده